الساعة 9 بقى موعد موجز الأخبار، ونروح استوديو الأخبار نشوف موجز صباح موجز التاسعة صباحا مع مين بقى؟ مع زميلنا محمد بشير. بنصبح عليك يا محمد، ومعك في لغة الإشارة الزميل رضا عبد المنعم. بنصبح صباح الخير عليكم. صباح الخير يا خالد، صباح الخير يا سارة، منورين طبعا حلقة النهاردة، حلقة نهاية الأسبوع وفقرات رائعة ولطيفة الحقيقة بتقدموها، بتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. بشكركم وبتمنى لكم التوفيق. سيداتي والسادة، التاسعة صباحا من التلفزيون المصري لكم التحية. أكد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي على أهمية تطوير صناعة الزيوت سعيا لتقليل استيرادها من الخارج. وخلال اجتماع لاستعراض خطط تطوير صناعة الزيوت، أكد مدبولي أن الحكومة تعمل على تغطية أكبر قدر من احتياجاتنا من الزيوت، وذلك في ظل العمل على خفض فاتورة الاستيراد. كما أكد رئيس الوزراء على أنه سيتم مناقشة نتائج الدراسات التي تناولت كافة القطاعات في مجال الزيوت والمنظفات. كما عقد مصطفى مدبولي اجتماع لاستعراض المخطط العام لإنشاء مدينة الذهب، حيث أشار رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع يأتي لمتابعة تنفيذ تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب في مصر على أحدث طراز تضم الورش والمصانع والمعارض. وخلال الاجتماع تم استعراض المواقع المقترحة لإقامة مدينة الذهب، فضلا عن مناقشة الملاحظات على كل موقع. أعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل 532 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 168,057 حالة. كما أعلنت الصحة تسجيل 52 حالة وفاة جديدة، لترتفع حالات الوفاة إلى 9,512 حالة. كما خرج 299 متعافياً من المستشفيات بعد تمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 131,211 حالة. يجتمع أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي اليوم في جنيف لاختيار أعضاء المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء، وذلك بنظام القوائم التي انتهت مهلة تقديمها مساء أمس. وكان أعضاء الملتقى كانوا قد صوتوا لاختيار أعضاء المجلس الرئاسي، ولكن لم يحصل أي مرشح على نسبة 70% المطلوبة، وبالتالي تم الانتقال لنظام القوائم. ويجب أن تحصل القوائم على تزكية 17 عضوا من الملتقى حتى تدخل التصويت، وتفوز القائمة التي تحصل على 60% من إجمالي الأصوات. وإن لم يحدث ذلك ستتنافس أعلى قائمتين، وتفوز من تحصل منهم على 50% زائد واحد. أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن ترحيبها بانعقاد الجولة السابعة من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في مدينة سرت، وذلك لمواصلة التخطيط لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر الماضي. من جهة أخرى، طلب مجلس الأمن الدولي من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش نشر مراقبين للإشراف على وقف إطلاق النار في ليبيا. وأشار المجلس إلى أنه ينتظر خلال 45 يوما كحد أقصى تقريرا حول تحضيرات واقتراحات فريق المراقبين لتعديل تفويض بعثة الأمم المتحدة في ليبيا وتنفيذ عملية المراقبة. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة ودبلوماسيتها عادت من جديد، متعهدا بإعادة بناء تحالفات واشنطن مع العالم. وفي كلمته حول ملامح سياسته الخارجية، قال بايدن إن الولايات المتحدة ستنهي دعمها للعمليات القتالية في اليمن، قائلا إن هذه الحرب يجب أن تنتهي، لكنه تعهد بمواصلة الدعم الأمريكي للسعودية للدفاع عن أراضيها وأمنها ضد قوى تدعمها إيران. أعلن مستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رفضه الاستجابة لطلب فريق الادعاء الديمقراطي لإدلاء بشهادات تحت القسم في محاكمة عزله، مشيرا إلى أن هذا الإجراء غير دستوري. وكان مدير لجنة المساءلة في مجلس النواب الأمريكي قد طلبوا من الرئيس السابق دونالد ترامب
بشهادة تحت القسم عن تصرفات التي سبقت اقتحام مبنى الكونغرس في 6 أكتوبر الماضي. في 6 يناير الماضي وجه رئيس لجنة المساءلة في المجلس خطابا لترامب وفريق الدفاع عنه طالبهم فيه بالإدلاء بشهاداتهم تحت القسم، ومن المنتظر أن تبدأ الأسبوع المقبل جلسات مساءلة ترامب ليصبح أول رئيس أمريكي يواجه مرتين بالمساءلة بغرض العزل. ختام موجز 9 منتقنا، تجدد بإذن الله تعالى على رأس الساعة 10 في أمان الله.